فضلك وتسبونا وتبارك. أبونا قدسك معانا، بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بإذن ربنا نكمل قراءتنا في كتاب اللي كنا ابتديناه قبل عدة أسابيع، وهو كتاب بعنوان 10 مفاهيم، كتاب جميل لقداسة البابا شنودة الثالث. فكنا تكلمنا عن مفاهيم مختلفة في الكتاب، مفهوم القوة، مفهوم الحرية، الخطيئة، مفاهيم متعددة. النهاردة بإذن ربنا حنتكلم عن مفهوم الحب والصداقة. فإحنا كنا لما ابتدينا الكتاب كنا تكلمنا إنه إزاي إنه ما أكثر ما اختلفت أو تختلف المفاهيم في عصرنا الحالي. يعني ناس كثيرة، كل إنسان بيعبر عن رأيه الخاص وحسب خبراته وحسب الثقافات وحسب الباكراوند بتاعته، ف يعني قد تكون في آراء متعددة بنسمعها بنعيشها بنشوف حوالينا. لكن احنا لو عايزين طبعا انه نتكلم ونعيش ونعلم ولادنا ومخدوميننا، نعلمهم المفاهيم حسب التعليم المسيحي حسب الكتاب، طبعا مرجعنا طبعا هي كلمة ربنا، مرجعنا الكتاب المقدس ومرجعنا تفاسير الآباء والكنوز اللي في يدنا اللي بتفسر لنا المفاهيم دي حسب التعليم الكتابي. فبرضو من المواضيع اللي تطرق ليها الكتاب مفهوم الحب والصداقة، عشان برضو في عصرنا الحالي يعني حاجات يعني الحب برضو والصداقة مواضيع دي بنشوف إنه ساعات إنه بتترجم أو اختلاف، بيكون في اختلاف عن معناها الأصلي ويعني إيه هي. فالحب الحب طبعا اول حاجه حسب ما احنا نعرفه في الاطار المسيحي، بيقول الكتاب انه الحب اولا وقبل كل شيء واهم من كل شيء لازم والمفروض انه يكون موجه الى الله. الحب اولا لله، وبنشوف إنه الكلام ده جاء برضو في وصية ربنا في تثنية إصحاح 6، إنه ربنا بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قوتك. فدي وصية دهلنا ربنا من يعني وقت موسى النبي والشريعة. فبرضو بنشوف في الآية دي إنه نشوف إنه كلمة كل تكررت يعني 3 مرات في الآية القصيرة دي. فطبعا ده بيدل على، إذا كان بيدل على أي حاجة بيدل على إنه الشمولية، إنه فعلا إنه محبة ربنا حب ربنا لازم يكون يملأ مالي القلب والكيان والنفس والقوة والإحساس وكل حاجة، كل حاجة لازم تكون مليان بمحبة ربنا. وطبعا تكملت الوصية زي ما علمنا ربنا يسوع في متى 22، بيقول الثانية الجزء الثاني من الوصية برضو إنه تحب قريبك كنفسك. وإحنا كنا في مثل السامري الصالح، علمنا ربنا يسوع إنه قريبي يشمل كل شخص أتعامل معاه، قريبي هو البعيد وهو القريب وكل شخص. طبعا المحبة محبة لله والمحبة لكل الأشخاص اللي حوالينا. في سؤال بيجي
في الكتاب، سؤال بيتطرق له الكتاب، بيقول أنه إذا كانت محبتنا لربنا، ما دامت محبتنا لربنا هي محبة تشمل كل كياني، تشمل قلبي ونفسي وقوتي وكل كياني موجه لمحبة ربنا، إيه اللي يكون فاضل لي؟ إيه اللي فاضل إنه أحب به قريبي؟ هذا سؤال بيسأله سيدنا في الكتاب وبيجاوب عليه. فبيقول إنه الإجابة عليه، بيقول ما تتفهمش الحتة دي إلا لو فهمناها إنه محبتنا لكل شخص ولكل شيء لازم تكون أو تكون نبعة من خلال من داخل محبتنا لربنا. فالصورة أنه محبة ربنا مالية كل شيء، ومحبتنا للأشخاص لكل الناس اللي حوالينا، والمحبة دي هي أصلاً جزء لا يتجزأ، جزء لا يمكن فصله من محبتنا لربنا. ولا ودي برضو وانا بقرأ الحتة دي برضو فكرت وقلت يعني الواحد كده بالصورة دي يقدر يفهم وصية ربنا اللي بيقول أحبوا أعداءكم. فعلا لو احنا يعني بصينا على الآية دي أحبوا أعداءكم وحاولنا أنه نفصلها أو نطبقها بعيد عن محبتنا لربنا، تكون حاجة يعني تكاد تكون يعني مش مفهومة، مش يعني مش 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 الواحد مش عارف يعني يطبقها ازاي. لكن لو بصينا عليها من خلال من داخل محبة ربنا، من داخل قلب ربنا، فعلا تكون يعني بيلقي عليها يعني بتتفهم اكثر، يعني يلقي عليها ضوء اكثر وبتتفهم الآية دي اكثر. فعلا انه المحبة للقريب والاعداء والكل هي النبعة اصلا، جزء لا يتجزأ ولا يمكن فصله عن محبة أو من محبة من داخل محبتنا لله. الحتة الثانية بيقول بالآية اللي بعدها، طب ماذا لو كانت هذه المحبة أكثر من محبتنا لله؟ يعني هنا زي ما بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. يعني طب إيه اللي حيحصل لو محبتي لقريبي أو أهلتي أو أي حاجة تكون أكثر من محبتي لربنا؟ مش ما ينفعش، لازم يعني محبة ربنا يعني ما هي اللي تكون المالية، يعني لازم انه محبتي لأي حاجة وأي شخص وأي حاجة ما تكونش تزيد عن محبتي ربنا. ف يعني اللي نفهمه من خلال الثلاث آيات دول انه نفهم انه المحبة المقدسة هي مشاعر داخلة في محبة ربنا، من داخل محبة ربنا، فهي يعني بنقدر يعني الحب تجاه ربنا والحب تجاه الناس، فهي زي ما قلنا محبة واحدة لا تتجزأ. وطبعا لازم تكون انه لا تتعارض معها، طبعا يعني المحبة ربنا لا يحب الشر، ربنا يكره الشر، فيعني ما اقدرش احب الشر لانه بالحالة دي هتتعارض مع محبة ربنا. فالمحبة لازم من مقوماتها برضو انه لا تتعارض مع محبة ربنا، وبرضو انه لا تزيد عليها زي ما قلنا في الآية الأخيرة إنه ربنا يسوع بيقول من أحب أبا وأما أكثر مني لا يستحقني. فمحبة ربنا لازم زي ما قلنا مفروض أن تكون أول حاجة وقبل كل شيء. برضو في يعني مصطلحات بيتطرق لها الكتاب ده، مصطلحات ممكن انه احنا نكون سمعينها او بنسمعها، ويعني عاده يعني احيانا ما يعني بعض الاشخاص يخلطوا المفاهيم دي. فبيتكلم برضو الكتاب عن المحبه او الاعجاب، يعني ايه المحبه وايه يعني هل تختلف المحبه عن الاعجاب؟ ايوه طبعا المحبه تختلف، يعني الاعجاب ليس محبه، الاعجاب ليس حب، هو غير الحب.
فممكن انه واحد يعجب بواحد يعني عمره ما يكون قبله، يعني من ناحيه انهم يعني شو بشوفه من ناحيه فكريا، يعني واحد يكون في الكاتب من الكتاب حسب ما بيقول الكتاب، او يعني واحد من اللي بيلعبوا رياضه او اي حد ثاني. فممكن انه يعني واحد بيعجب بواحد يعني مش ضروري انه يكون قبله في حياته، لكن دي يعني ما نقدرش نقول عليها انه حب، لان اللي بيقول الكتاب المحبه تولد محبه، يعني المحبه هي اللقاء بين شخصين، بين قلبين، بين مشاعر شخصين، يعني لازم يكون فيها طرفين، ما ينفعش يكون فيها طرف واحد وطرف الثاني غايب، لازم يكون الطرفين متواجدين فيها. برضو المحبة أو الشهوة، يعني أو تعبير ثاني الشهوة، طبعا يعني المحبة غير، يعني محبة أسمى، والمحبة دائما عنها ومن صفاتها أنها من محبة فيها بذل، فيها عطاء، فيها تضحية، فيها تنازل، فيها خدمة الآخر. فالمحبة دائما تريد أن تعطي وبتعطي، لكن طبعا الشهوة هي حاجة تانية. الشهوة يعني تكون فيها حسب ما الكتاب برضو بيقول، يعني نشوف فيها الأنانية، حب الذات، والرغبة في الأخذ. فطبعا يعني مفهومين ما ينفعش إنه إحنا يعني نتلخبط بينهم، مش مفهومين إنه مختلفين جدا عن بعضهم البعض. بيقول الكتاب برضو المحبة هي نشر لكلمة ربنا، ويعني حسيت أنه الملائم لموضوع النهاردة، وإحنا بنتكلم عن موضوعنا النهاردة الأساسي، موضوع الكرازة. فعلا المحبة هي كرازة لكلمة ربنا، ربنا المحب البشر، ربنا اللي جاء، والأخبار الجميلة أنه المخلص ولد وجاء لأرضنا وبيحب الناس كلها وبيحب الخطاة وغفران وبيغفر للناس. فهي طبعا نشر، يعني كرازة المحبة بحد ذاتها لما نحب الناس ونسامحهم على أخطائهم ونشجعهم، بنكرز بإلهنا، يعني إلهنا الطيب المحب. برضو المحبة زي ما قلنا إنكار للذات وبذل، زي يعني الآية اللي احنا كلنا عارفينها، انه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فاحنا بنشوف يعني نتعلم من ربنا انه ربنا احب العالم جدا، وحتى انه بذل ابنه الوحيد علشان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. برضو احنا برضو بنحتفل وبنستذكر الأعياد الجميلة الأيام دي، برضو يعني نفتكر ونقول ان التجسد برضو هو محبة ربنا للبشر. ربنا نزل وتجسد وما رضيش انه يكون غريب عنا، لكن راد انه ياخذ طبيعتنا ويكون قريب جدا مننا. فالتجسد ايضا هو محبة، يظهر الله من خلاله محبته للبشر. والمحبة برضو المحبة الحقيقية هي محبة دائمة، زي ما بتقول الآية في كورنثس الأولى 13 بتقول المحبة لا تسقط أبدا، يعني المحبة حتى أنه لا تنتهي حتى بانتهاء الحياة. يعني زي ما الشخص يكون عنده غيرة على خلاص نفس شخص ثاني، وحتى لو يعني لو بعد ما يفارق الحياة يكون عنده شهوة أنه يعني التنين يوصلوا بالسلامة لحضن ربنا. فالمحبة الحقيقية بتدوم حتى بعد الحياة، المحبة الحقيقية لا تصل. هل الكتاب برضو بيتكلم عن
حالات من المحبة، بس يعني المحبة اللي هي تكون يعني إنه مش بحكمة، ما فيهاش حتة الحكمة، يعني بنقول عليها المحبة الخاطئة، لأنه ما بيكونش فيها حكمة، فبيكون يا إما زي ما بيقول الكتاب، يا إما في ذاتها بتكون غلط، أو في وسيلتها بتكون غلط، أو في نتيجتها بتكون محبة خاطئة، وبتنتج عن حاجات مش كويسة. فبيقول المبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. فيعني مثل من أمثال إنه المحبة تكون مش في محلها، إنه إذا الشخص مثلا حب يداري على شخص ثاني، وهو عارف إنه الشخص ده على غير حق أو مذنب، أو الأم اللي بتحاول إنه تداري على أخطاء ولادها، لأنه هي الأم بتحبهم جدا ومش عايزة تزعلهم، لكن ده طبعا في حد ذاته محبة مش في محلها، لأنه طبعا حتى أنه التوبيخ ساعات بيقال عليه أنه هو شكل من أشكال المحبة، لأنه يهدف إلى التعديل ويهدف عن الرجوع عن المسار والتغيير. فالشخص اللي يداري على أخطاء شخص تاني بهدف إنه يعني بيحبه ومش عايز يزعله، طبعاً دي حاجة يعني مش في مكانها. برضو هناك محبة تكون خاطئة في الوسيلة أو في الأسلوب بتاعها. مثل اللي بياخذوا الكتاب، مثل من رفقة لابنها يعقوب، انه محبتها يعني هي كانت من محبتها لابنها يعقوب، لكن يعني لجأوا الى وسيلة قد لا ما كانتش هي الاحسن، انه هي وسيلة الخداع، وخدعوا أبوه، والقصة إحنا عارفينها. فدي كانت طبعا هي ما عملتش الحتة دي بهدف إنها يعني ما بتحبش يعقوب، أكيد بتحب ابنها يعقوب، لكن برضو كانت يعني محبتها دي يعني ما استخدمتش أسلوب أو الوسيلة الصحيحة فيها. برضو بيقول إنه يعني الكتاب برضو بيقول إنه حتى يعقوب بعدها ما كبر يعني حب يوسف أكتر من حب أولاده التانيين، فيعني وفضلوا عليهم. فطبعا كان ده يعني سبب لغيرة، وسبب يعني لمتاعب حصلت ليوسف بعدها في حياته. برضو في محبة تكون خاطئة وبتجلب يعني نتائج مش كويسة، يعني برضو أمثلة من الأمثلة بيقول إنه لما داود غلب جولياط، يعني الناس كانوا فرحانين، يعني فرحانين بالنصر ده، فابتدأوا ينشدوا النشيد إنه داود قتل ألوف، شاول قتل ألوف، وداود قتل ربوات. فيعني طبعا دي أدت إنه الغيرة تحصل في قلب داود، فكانت النتيجة إنه شاول يكون يعني بيحاول إنه يأذي داود. فدي طبعا يعني واحد طبعا الحكمة هي حاجة مطلوبة، وحاجة يعني نصلي من أجلها طبعا في كل، لأنه فعلا الحكمة هي حاجة مطلوبة على كل المستويات في الحياة. طيب إيه هي المحبة؟ المحبة الحقيقية يعني من الحاجات الإيجابية عن المحبة، المحبة الحقيقية، المحبة لازم تكون محبة عملية، لازم زي ما الآية في يوحنا الأولى أو يوحنا الأول تقول لنا إنه لا تحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يعني المحبة الحقيقية لازم يكون فيها أعمال، مش بس تكون بالكلام، مش هي أكيد مش بالعواطف، لكن تكون بالبذل زي ما قلنا، لازم يكون فيها بذل، فيها تضحية، فيها تعب، فأكيد هي بالعمل والحق. فالمحبة الحقيقية يعني مفروض لازم تكون محبة عملية، والمحبة تترجم
بترجم ذاتها إلى عمل، يعني تطبيق العملي للمحبة. المحبة هي عاطفة، والتطبيق العملي لها هي الأعمال. حتى ربنا يسوع بيقول إنه إذا أحبني أحد يحفظ كلامي، يعني أنتوا بتقولوا إنه بتحبوني، يعني لو تحبوني لازم تحفظوا كلامي، تطبقوا كلامي، تعيشوا حسب كلامي. فمحبة عاطفة لكن لازم تطبق من ناحية عملية، والتطبيق العملي فيها زي ما قلنا بيظهر في الأعمال. والمحبة الحقيقية طبعا لازم تكون محبة بلا رياء، فالفم والقلب لازم يكونوا على اتجاه واحد، على يكون في المحبة اللي برياء، اللي ليست هي التي تصنع صلاح الله. آخر حاجة عن أتكلم كتاب شوية عن الصداقة، يقول الصداقة برضو الصداقة هي محبة خالصة بين روح وروح، ولا دخل لمشاعر الجسد فيها. هي دي الصداقة الصادقة، الصداقة اللي ربطت بين داود ويوناثان في الكتاب. شفنا مثال جميل للصداقة بين الشخصيتين دول. وطبعا الصديق يكون لازم يكون في صداقته، في صداقته يكون صادق. يعني ما ينفعش الصداقات اللي مبنية على مصالح شخصية أو على يعني منفعة شخصية، لازم يكون فيها الصدق، وبرضه يكون فيها الرغبة إنه يقود الشخص الآخر إلى الخير، يقود الصديق إلى التوبة، يقوده إلى الطريق السليم. لأنه زي ما برضه عرفنا إنه ما ينفعش إنه صداق، ما ينفعش انه الصديق يقول حاجه بدافع انه بيحب الشخص بيحب الصديق، ولكن بتكون الحاجه دي لمضرته مش لمنفعته. فالصديق هو اللي يقود صديقه الى الخير. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد. ربنا يعوضك نبينا.